مرحبا بالحضور جميعا. أنا خالد سليم، خبير في مجال العمل الحر منذ 12 عام، والعمل الحر خلاني أفتح شركة وعندي حاليا 20 موظف في الشركة رسميين، وبنشتغل في أغلب مجالات اللي ممكن عمل عن طريق الإنترنت. بدأت كمبرمج، ولكن مع توسع العمل الآن بنشتغل في كل المجالات. النصائح أقدم لكم إياهم هذه من واقع خبرتي، من واقع تجربتي في مجال العمل الحر. كلفتني بعضها سنين في تعلمها، حابب أوصلكم إياها حتى أنتم ما تبدوا بعد 12 سنة، تبدوا من الآن كخبراء في مجال العمل الحر. أول نقطة وأهم نقطة وكلفتني نص عمري في مجال العمل الحر، اللي هي إنه ما تعمل مجانا. كثير من الزباين بيطلب منك مثلا معاينة، نموذج، كثير من الأصدقاء بيطلب منك عمل شيء معين لك، مثلا بيجي الصديق بيطلب منك إنك تترجم له صفحة، ولا يا زلمة هالصفحة مش حتاخذ منك وقت كثير، اعتبرها خدمة بدل صحبتنا. بيجي ابن عمك بطلب منك تصميم، بيجي صديق لك بطلب منك كتابة مقال صحفي. طيب انت تخصصك انك تعمل عمل حر، هذا شغلك، انت ما بتشتغل مجانا، انت ضيعت عمرك في مجال في الجامعة أو في التعليم أو في الدورات حتى انك تبدأ تكسب مصاري. ما تعمل عمل حر إلا بمقابل مادي. وأنا بنبه دائما حتى والدك فقط مسموح لك تعمله مرة واحدة بعمل مجانا، امك مسموح لك تجاوزا 3 مرات حتى نعمل التوافق. غير هيك ما تعمل عمل حر مجانا لاي شخص. تعود انك دائما تطلب مصاري حتى من الاقرباء، امك بتحبها على عينك وراسك، ولكن انت برضه بتحب عملك برضه وله حقوق عليك. يعني انت لما تطلب من الاقرباء او من المعارف او من الاعزاء، انت تطلب حقك، ما تطلب شيء اضافي. بعدين يعني انت غالبا انه هيبدا معاك في العمل الحر اول ناس هيشتغلوا معاك هم اصدقائك واقربائك واحبابك. انت طبيعي تتعود تطلب منهم مصاري، تعلم نفسك انك تطلب منهم مصاري، تتعامل معهم بشكل رسمي. وايضا بدك تضمن حقك، تعود دائما تاخذ سلفه، عربون، مبلغ ابتدائي، جزء من المبلغ. ما تعمل مجانا، لانه اذا بديت تعمل مجانا الزبون ممكن يسحبك وتصير تشتغل لفتره طويله وانت مش جار عن حالك. فانت تعود دائما تاخذ عربون، جزء من المبلغ، تضمن حقك. ممكن تشوف وسيط ثالث ياخذ المبلغ. دائما لازم تضمن حقك في العمل، ما تشتغل عمل الا وانت ضامن حقك، حتى لو كان زبون مبين عليه انه هو افضل زبون او اكثر زبون ممكن ما يخدعك. اضمن حقك وما تغلط في هذول الغلطتين، انك دائما اعمل مقابل ودائما اضمن حقك في بداية العمل. النقطة الهامة بعد هيك اللي هي تحضير الامور المالية. لما بيجيك زبون بيطلب منك مثلا عمل، بقول لك انا بدي ادفع لك عن طريق الباي بال، فانت اذا ما بتعرف الباي بال او ما عندك حساب باي بال مشكله، انك ما عندك حساب باي بال مشكله، وانك تقول لزبون ايش هو الباي بال فهذا مشكله اكبر. الزبون راح يشوف حد غيرك، الزبون دائما مستعجل وفي عنده خيارات كثيره، يعني انت مش شخص فريد من نوعه، انت في 200 الف شخص غيرك ممكن يعمل عمل. فانت ما تفكر انه انقطع وصفك او ما في حد مثلك في العالم، لا، في كثير مثلك. والزبون دائما بدور على راحته، بقول لك هذا والله من اولها بده يغلبني، مبين عليه غشيم، مش فاهم حاجه، وانا ايش جبلني اشتغل معاه، بشوف حد غيره. فانت لما يجيك زبون تعرف عندك بيبان، ايوه عندي بيبان، عندك بايونير، عندي بايونير. كل زبون العلم كل دوله لها طريقه معينه للدفع، مثلا في دول بيبان، في زباين مثلا غالبا لما تشتغل مع زباين مثلا في الصين حيدفع لك بيبان، تشتغل مع بنات مثلا حيدفعوا لك بيبان، مش هيروحوا على البنك لك. تمام، شغل مثلا تكلفته 10 دولار، 20 دولار، 100 دولار، هيدفع لك بيبان، مش معقول يروح على البنك يحول لك حوالي على 20 دولار. تمام، فانت لازم يكون لك حساب بيبان، حساب بيبان سهل فتحه، حساب بايونير، حساب بنكي، ولازم تاخذ من البنك رقم الايبان حتى تعطيه للزبون، تكون عارف شو الايبان. الحوالات السريعه زي وسترن يونيون، الماني جرام، الاكسبرس ماني، هذه لازم تكون عارفها وين عناوينها عشان تستلم وكيف طريقه التعامل معها. حساب بنك مثلا باير اذا مثلا عندك ممنوع فتح حسابات دوليه. فانت هذه الامور لازم تكون مستعد لها، موجوده لها شرح على الانترنت بشكل كبير، الشرح متوفر، مقالات، فيديو، يوتيوب، فانت ممكن تبحث عنها بكل سهوله. نقطه هامه انه انت لازم تتعقد دورات العمل الحر. دورات العمل الحر بتنمي مهاراتك، بتوعي فكرك، بتخليك تعرف تتعامل مع الزباين، كيف تطلب السعر، كيف تحدد السعر، كيف تتفاوض معاه. الدورات هذه جدا مفيدة، والأفيد منها دورات الريادة. دورات الريادة بتخليك أنت تفكر بطريقة بزنس، أنك أنت صاحب عمل، كيف أنك تنمي أرباحك، كيف تكون شركتك.
فهذا لها بكون اثر كبير عليك في التواصل مع الزبائن، كيف تعمل علاقه مع الزبون. بنصح جدا ان تحقق هذه الدورات سواء على الانترنت، في مواقع، في بشكل محلي، وهذا دائما بتكون مجانا ومتوفر بشكل دائم. في بدايه عملك كشخص حر ابدا بسعر منخفض. يعني انا مثلا اجاني شخص طلب مني اني اعمل له تصميم على الفوتوشوب. الان هذا التصميم انا لو فعليا تكلفته مثلا 200 دولار، لو طلبت منه مثلا 200 دولار في البدايه، طب حشوف غيره، لانه انا لساتني شخص جديد. يعني انا مفترض في البدايه عشان اغريه وميله لعنده اطلب منه سعر منخفض. مثال اخر على موقع الاب وورك مثلا، هذا منصه عمل حر، لما بيجي زبون بيطلب شغل مثلا طلب ترجمه 10 صفحات، ترجمه 10 صفحات حقه مثلا 100 دولار. قدمت انت كمحمد سعر ال10 صفحات ب100 دولار وما عندكش ولا عمل، وقدم شخص اخر اسمه حسن ال10 صفحات ب100 دولار ولكن عنده على العمل 20 عمل سابق، على النموذج اعمال 20 نموذج سابق. فانت كزبون اوتوماتيك حتختار الشخص اللي عنده اعمال سابقه ونفس السعر. شخص جديد ما عنده اي عمل مسبق مش حتاخذ منه المشروع وتاخده زي كشخص عنده اعمال مسبقه. فانت في بدايه العمل لما يكون مثلا ثمن العمل مثلا 10 دولار او ثمن الساعه 10 دولار، انت حط 2 دولار 3 دولار وخطوه بخطوه، كل ما تخلص مشروع ترفع سعرك، ترفع تكلفه عملك حتى توصل للسعر اللي انت بدك اياه او السعر الكاشط اللي هو اعلى سعر، بيكون مثلا نقول مثلا 30 دولار على الساعه او 40 دولار. وانا وصلت احيانا كنت اخذ الشغل ب 100 دولار على الساعه. فطبيعي جدا انك تبدا بسعر منخفض حتى تعمل لك اسم. دائما كون فريق، ما تنتظر انه لما يجيك عمل تبدا تبحث عن فريق. احيانا مثلا يجيك ترجمه كتاب، الكتاب هذا مده ترجمته شهر، فانت تلحقش في شهر تترجمه، فانت المفروض يكون عندك 4 أو 5 ترجمه معك. لان مش لما يجي الكتاب تبدا تبحث عن فريق، لا، انت المفروض تكون محضر الفريق مسبقا، لانه انت ممكن تيجي تتفق اثناء الكتاب مع فريق، يجي شخص يقول لك انا جاهز وبعد اسبوع تذلل، او تلاقي مثلا محمد غير متاح، او تلاقي المترجم الثالث اتفقت معه بدا يترجم معك اول يوم وثاني يوم ولكن طلع جوده عمله سيئه، فانت خسرت 2 أو 3 وبدك تبحث عن مترجم جديد. فانت دائما لازم يكون عندك فريق. انا مثلا مبرمج ويب، تخصص مبرمج مواقع، لما بيجيني كان زبون في بدايه عملي مثلا بده برمجه موقع وتطبيق مثلا او برنامج، كنت اقول له ان تخصص مبرمج مواقع، فكان يسيبني ويدور على غيري. بعد هيك اتعلمت انه انا لازم يكون عندي فريق. بيجيني زبون بقول لي بدي موقع وبرنامج، بقول له حاضر ما فيش مشكله، بروح بكلم زميلي اللي انا متفق معاه على البرنامج انه انت اخذ هذه الجزئيه وانا باخذ هذه الجزئيه. مفترض يكون عندك بدل واحد 3، ممكن الشخص هذا يكون غير متاح حاليا، فانت يكون عندك بديل ثاني وثالث عنه. دائما في العمل الحر انت بطلبوك انك انت مميز. ايش يعني مميز؟ انك انت مواكب لجديد عصرك. يعني مثلا في مجال البرمجه ما بيجي زبون بيقول لك والله بدي برمجه سي بلس بلس 1980، ما بيجي زبون بيقول لك انا بدي تترجم لي ترجمه كتاب بنمط 1970 بنمط شكسبير، بقول لك بدي تترجم لي كتاب بنمط حديث بمصطلحات حديثه مواكبه محادثه، تمام؟ لما بيجي بكتب بقول لك شخص اكتب لي مقال او اكتب لي تقرير صحفي، بده يكون بنمط العصر هذا، بنمط جديد باخر التقنيات فيه، اخر المصطلحات الموجوده فيه. فانت سبب نجاحك الحداثه، انت لما بتصمم تصميم حديث بيجيك الزبون بالوان حديثه، ما تصمم لي تصميم قديم او نمط قديم. كل نجاح الشخص الحر انه يكون دائما مواكب ومتابع الجديد في مجاله. دائما الشخص الريادي او الشخص صاحب العمل الحر لازم يكون عنده اخلاق عاليه في التعامل مع الزبائن، وهي دي سر نجاحك. الاسلوب هذا هو اللي بكسبك الزبائن، سواء يكون متواضع، كريم، جيد الاخلاق، ما بترفع صوتك على الزبون، ما برد فعلك عليه. مثلا الزبون بقول لك والله انت الشغل اللي طلبته منك ما هو بالشكل المطلوب، ما تقول لا يا رجل هذا كلام مش معقول، انا بتضايق من هذا الكلام. لا، قول له تمام انا جاهز، ايش انت شايف حاجات ما هي عجباك، احنا بنعيد تصميمها، بنعيد شغلها. لازم انت تكون ردة فعلك كزبون كثير كويسه او ومتفهمه. لازم تكون امين كمان مع الزبون، ما تفكر الزبون انه شخص ما عنده علم او غشيم، لا، الزبون شخص غالبا بيكون عارف ايش بده ولو ما بدا عليه هذا الامر. المفروض تكون امين مع الزبون، ما تحاول تخدعه. طبعا هذا شيء لك وشيء للزبون، يعني انت المفروض تكون امين دائما، المفروض برضه ما تخدع الزبون.
الزبون اللي بحس فيك انك انت امين، ما بتحاول تخدع بالجعلك. ولازم تتقن عملك، لازم تسلم العمل كويس حتى الزبون يرجع لك. والنقطة الثانية، هذا العمل بتسجل باسمك. يعني أنا الآن اشتريت لزبون تصميم، وبعد شهرين جاني زبون ثاني قال لي بالله أعطينا نماذج تصميمك. ما هو هذا الشغل اللي اشتغلته الآن، هذا بكون نموذج بكرة لعملي. إذا أنا مش متقن ومشتغل بشكل سليم، أنا راح أستطيع عرضه للزبون بكل قوة. إذا أنا ما كنت متقن عملي، راح أخجل أعرضه للزبون. فهو اتقان العمل في النهاية إلك، مصلحة إلك أكثر من مصلحة للزبون. الزبون اللي بتشتغل معاه اليوم هو كنزك الغد استراتيجي. الزبون هذا اللي اشتغلت معاه اليوم ممكن يجيب لك زبون ثاني وثالث ورابع، تمام؟ ما في زبون اشتغلت معاه الا ورجع لي مره مرتين وثلاثه، وما في زبون جانب مشروع كبير الا كنت مشتغل مشروع قبل هيك مع صديق او قريب له بمشروع صغير. دائما الزبون هو اللي بيجيب لك زبون. مثلا انا اشتغلت لزبون موقع بسيط، بالصدفة كان جالس مع عمه مدير شركة مقاولات، قال له والله احنا حابين نعمل موقع. فأوتوماتيك حيجي في باله انا، هيقول له والله اشتغلت مع شخص اسمه كذا كذا قبل سنتين وكان شغله كتير نظيف، تفضل اتواصل معاه. هيك بيجيك الشغل، زبون ببلغ زبون عنك. نقطة هامة، انك انت لازم تقدم نصائح للزبون. الزبون لما تقدم له نصيحة هو بيكون سعيد جدا، بشعر انك انت قلبك عليه مش قلبك على العمل فقط. يعني انا بجيني كتير زبائن، لو عملت لهم واحد اثنين زي ما بدهم راح هم يدفعوا مثلا $1000، ولكن انا عارف ان واحد اثنين مش مناسب لهم. انا بقول لهم مفترض اعمل لكم ثلاثة اربعة بتكلفني مثلا $100. فانا بقول للزبون انا فعليا حخسر هيك، انا مش حكسب المكسب اللي بدي، بس انا فعليا حاب مصلحتك وحاب اقدم لك النصيحة. لو عملت هيك حيكون افضل لك ولو انه اقصى ضرر. تأكد تماما انك انت ما تقدم نصيحة للزبون، الزبون بثق فيك وبرجع لك اكثر، وبحس انك انت فعليا انسان ما بتحاول تستغله، انت بتقدم مصلحة الزبون على مصلحتك. واستمع دائما لكلام الزبون. الزبون لو قال لك اشي معين في الشغل سيء، تقبله، ما تنفر فيه. وانت دائما بعد ما يخلص الزبون شغل، اطلب منه وقول له لو سمحت كيف كانت اداء العمل، كيف تواصل معاه، كيف الوقت، جيد او مش جيد. دائما اطلب منه هذا الكلام، ما تتردد فيه، بالعكس بفيدك بكره للتعامل مع زباين تانيين. ما تكونش طماع زي ما كنت انا في بدايه عملي، دائما افتح باب الرزق لغيرك. اجاك مشروع مثلا، انا تخصص برمجه، جاني مشروع ترجمه، ما تقول لا ما بشتغله، او جاني برمجه في مجال تاني غير مجالي، ما ترفضه. انا بعرف مثلا شخص بترجم كويس، بقول لا معقول انا اعطيه الشغل هذا هو يشتري سيارة قبل هيك؟ لا خليه زي لحد ما أنا أشتري سيارة بعدها بفجر. لا، ما تكونش طماع، كن دائما كريم، لأنه هذا بكرة بتعطيه ترجمة وبكرة بيعطيك برمجة، بيجي زبون برمجة بحول عليك. فأنت ما تكون كريم وما تكون بتغار إنه حد يسبقك، تأكد إنه راح ناس تبعت لك شغل أكثر ما أنت متوقع. تعاون مع شركات وأفراد وكون علاقات بينهم، ممكن بكرة يجيك مشروع حقه $100,000. فانت ما بتقدر تشتغله، بتعطيها الشركه هذه بتاخذ عليه عموله. يعني انت خلي علاقاتك كويسه مع الجميع في مجالك، وممكن هدول الشركات ممكن تستعد فيهم بالسعر. يعني انا كثير ما شركات تجيني مثلا اقيم مثلا $10,000، استعين بصديقي يقول لي لا هذا حقه 20,000 مثلا، يقول لي لا في جزئيه بدها وقت كثير انت مش مخد بالك منها، انت مثلا هذا زبون غني، ايش 10,000 بالنسبه له؟ اطلب منه 20 او 30,000 مش فارقه عنه. مثلا هذا الكتاب ترجمته بتكلفني اسبوع، لا زميلك بيقول لك لا بكلفك اسبوعين، لانه هذا في مصطلحات سياسيه، مصطلحات سياسيه غلبه. فالاستعانه دائما في السعر لها دور كبير في اداء عملك. نقطه هامه جدا هي تقديم عروض وتنازلات. انا هذه نقطه كنت ماهر فيها، وما اخلي زبون يفلت مني. بيجيني زبون بيقول لي بدي تعمل لي واحد اثنين ثلاثه، بقول له تكلفتهم هذول $1,000. بقول لي والله انا اشتغلت اتفقت مع شركه ب $800. بقول له ما عنديش مشكله، اعمل لك واحد اثنين ثلاثه ب $800، بس بدل شهر حتكون شهرين. هيك قدمت له انت ايش؟ عرض. طب ايش رايك اعمل لك واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه كمان فوقيهم ب $1,000؟ يعني انت ب $200 كسبت اربعه وخمسه زياده. فعليا اربعه وخمسه هذول انا بكون ماهر جدا، عارف انهم مكلفنيش حاجه، يعني مكلفنيش ساعه ساعتين، بس الزبون بشعر انهم حاجه كبيره. هذا برضه عرض، قدمت له عرض. انت هيك بتخلي الزبون يفكر، يقول طيب ممكن اقدم لك تنازل، انا ممكن اعمل لك واحد واثنين
$500، واذا عجبوك ممكن تدفق على 3 بعدين. فانت هيك بدك كسبت الزبون، نزلت ممكن تقول له ماشي ما فيش مشكله، ممكن اعمل لك واحد واثنين وثلاثه ب $800، بس انت في قرارات نفسك بدك تقلل الجوده. او انت تقول له بس الجوده مش هتكون نفس جوده تبعه $1000، او مش راح يكون الالوان مثلا حديث، او مش راح يكون مثلا مش راح اسلمك السورس كود، او مش راح يكون التدقيق النحوي كويس. فانت بتقدم له تنازلات. مثال عرض، انت ما تروح تشتري مثلا بوظه ويعطيك الزبون مثلا يحط لك بعد ما تشتري بوظه كرزه فوق، يحط لك حبه كرز فوق، انت بتحس ان هذه حبه الكرز شيء كبير. او لما الزبون او لما البياع يحط لك البوظه ويقول لك انا بدي اضبطك او بدي اعزك ويغمزك ويقول لك هي حبه كرز فوق، فانت بتحس ان هذه حبه الكرز شيء كبير، حقها اغلى من حبه البوظه. فهذا هي فكره العرض، هي زياده البياع، انك انت تقدم للزبون حاجات انت ما بتكلفك شيء، ولكن الزبون بيكون سعيد فيها. في مجال عمل حر انت مفترض تعمل 3 اضعاف، انت مدير عمل وانت صاحب مشروع وانت بتتواصل مع الزبائن وانت بتراجع العمل وانت بتتواصل مع الفريق تبعك وانت بتطور نفسك وانت بتواكب بترفع اعمالك، فانت ما عندك وقت للهو. العمل الحر هو شخص عنده عمل بيعمل ليل نهار اليوم حتى يرتاح بكره بعد عده سنوات. في نصائح كثير بقدر اقدمها لكم، انا حابب كنت اقدمها ولكن الوقت اللي محدود. بتقدر تبحث عني خليل سليم على الانترنت، في مجموعه فيديوهات على الاعمال الحر، تقدر تتواصل معي عن طريق حسابي على الفيسبوك خليل سليم، هي حسابي هي الايميل. انا جاهز لتقديم اي نصائح او استشارات في مجال العمل الحر. بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى لما فيكم حد بكره يغنى من العمل الحر ما ينساني ويرش علينا شويه مصاري، يقول الله استفدت من نصيحتك، وأول $1000 أخذتهم من أمي، وتفضل هي منهم $100 هدية. شكرا لك.